تداري ما صحاك وشي بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم العسل، طريقه ديال العسل كيفاش يجيكم زوين وعاقد وخطر. بالنسبه للطريقه، كنحتاجوا الاطرو ديال الماء، كنحتاجوا قلب السكر، من الاحسن البنات القلب ديال السكر. ممكن ديري سنيده، ممكن ديري الطوب، غير القلب ديال السكر كيجي ثقيل وعاقد، كيجي زوين بالقلب ديال السكر. مكون اخر غادي نستعمل القرفه. بالنسبه لهذا العسل اللي خاص بالبشنيخه والشباكيه البليغه، راه كي هذه هي الطريقه ديالو. كما قلت لكم عويد ديال القرفه، وغادي نحتاجوا الحامضه. حامضه حيت ليها العظومه، غسلتها مزيان وحيدت ليها العظومه. هادو هما المكونات اللي غادي يخصوني. دابا غادي نجيب ان شاء الله كوكوت وغادي ندير فيها المكونات ديالي، وغادي نوريكم الطريقه مباشره. بالنسبه للكوكوت ان شاء الله غادي درت فيها داك القلب ديال السكر، هانتوما غادي ندير فيها، الطروف ديال الحامض، وغندير فيها داك عويد ديال القرفه. بالنسبه للطريقه ديال العسل البنات راه ساهله ما فيهاش، وغادي ندير هاد الاطرو ديال الماء. غنكب كلشي وغادي نشعل عليه ان شاء الله الكوكوت، غادي نشعل عليه العافيه، نسدها ونشعل عليه العافيه. الطريقه ديال الطهي، غادي نسد عليها الكوكوت وغادي نخليها تصفر لمده نص ساعه، من بعد غادي نحل عليها الكوكوت وغادي نخليها تبدا تطبخ. عاد غنزيد عليها نص لتر ديال الماء. المهم بالنسبه للطريقه راه غتشوفوها معايا خطوه بخطوه. وبالنسبه للشيء الاخر اللي بغيت نقول لكم، اللي ما عندهاش الكوكوت كتسد ولا شي حاجه، فراه ماشي ضروري، غير غتهزي الكوكوت ديالك غادي ديرها فوق البوطه وتخليها كطيب، تخليها تطيب، طيب لك داك الحامض اللي فيها ولا قهوي، تما غادي تعرفي بان صافي راه وصلت فين بغات في الطياب. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب، هذا هو الشكل ديالو، كتلقيه كي فيه الكشكوشه، ولكن راه مازال ما طابش، باقي الحامض اللون ديالو ما تغيرش. ما غاديش ان شاء الله نطفي عليه حتى يولي دوك الحامضات ها هما هنا، يلا ولاو غير شويه ماغون، دونك حتى يوليو قهوي نيت فونسي عاد غادي نعرف العسل، وما بقاش فيه ديك الكشكوشه بزاف، عاد غادي نعرف العسل راه طاب. طاب العسل ديالي، حطيته في الارض. علاش حطيته في الارض؟ باش منين بغي نخوي الماء ما يديرش ديال البخار على وجهي ولا يحرقكم. المهم غادي نزيدو دابا نص لتر ديال الماء على هاد العسل، وكما قلت لكم حاولوا تبعدوا وجهكم لان غادي يدير لكم غيدير البخار باش ما يحرقكمش. وغادي نخلطوا، غادي نهزوا دابا فوق العافيه. انا البنات حيت هنا الصوت، لان كان شويه الصداع ديال الدراري، داكشي علاش حيت الصوت. دونك انا كما قلت لكم دابا درتو فوق البوطه، غادي نحركو شويه وغادي نتسنى على ما يكون اللون اللي بغيت انا، يعني اللون اللي باغي يكون عندي. اما بالنسبه للخطوريه، غادي يختار من هنا الغدا في الصباح كيكون ثقيل وحصلت عليه العسل هذا اللي باغا انا، يعني كيكون فهاد اللون قوي فونسي. نخليه كيبرد يا البنات، نخليه كيبرد حتى الغدا ان شاء الله، فاش غادي نستعملوا البليغه وغادي نوري لكم اللون زعما الثقوليه ديالو. دابا راه كيبان جاري، من غدا ان شاء الله في الصباح غادي يكون ثقيل. غادي نوريكم المقادير، راه مشى ليا الجزء اللي فيه الديتاي، المهم معليش انا غنشرح لكم. هنا كنحتاجو نص كيلو ديال الزنجلان، نص كيلو ديال الفورس، 3 د المعالق ديال الزبده، 3 د المعالق ديال الزيت، 3 د المعالق ديال الخل، ومعلقه ديال حبه حلاوه، وكاس ديال ماء الزهر، وكاس ديال الماء، وهنا خليط ديال القرفه ومسك الحر وشويه ديال الملحه. غادي من بعد ما خلطت الخليط ديال الدقيق والزنجلان، غادي نزيد معلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال الملحه وشويه ديال المسكه الحره، وغادي نزيد معلقه ديال حبه حلاوه والنافع، غادي نزيد 3 د المعالق كبار ديال الزبده لينه او بحراره المطبخ، وغادي نزيد 3 د المعالق كبار ديال زيت المائده، وغادي نزيد 3 د المعالق كبار ديال الخل. الخل البنات باش يهشش ليا العجينه وتجيني زوينه، هاد البليغه تيجيو زوينين عفوا. وغادي ندير واحد الساشي ديال الخميره حمراء، نسيت ما ذكرتهاش لكم مع المقادير الاولى، مي المهم ديروا ساشيه. واللي بغى تزيد الخميره راس معلقه ديال الخميره المعجونه ممكن تزيديها، انا استغنيت عليها، قلت ما
كيلاش لان غنطيبها في البلاصه يعني ما كيلاش هذا ندير فيها الخميره. المهم غادي نجمع يا البنات غنحرب هذا ندوز مزيان داك الخليط بين يدي حتى تدخل الزبده في الدقيق كله، يعني مني تدخل لي الزبده في الدقيق كامل وينسجموا لي المقادير مزيان. غادي نزيد ديك الساعات كاس ديال الماء الزهر، كاس ديال الماء الزهر البنات غنكبو خطره واحده. ومهم انا غنستمر في هذه العمليه، غنبسس مزيان الدقيق مع ديك الزبده والزيت حتى يبان ليا الدقيق بدا كيشد في راسو، يعني منين نجمعوه كف يديا كما غادي يبان لكم في الصوره، منين نبدا نجمعو يتجمع ليا يعطيني بحال شكل كره، هانتوما غادي تشوفوا كي غادي ندير ليه. هذا هو الشكل المرغوب فيه. اذا دابا غادي نزيد الماء الزهر ومن بعد نبدا نزيد الماء شويه بشويه. انا غنستمر في هذا في اضافه الماء، ما تكبوش البنات خطره واحده، كبو غير شويه وجنود الكوع وعاودوا زيدوا شويه وجنود الكي حتى تحصلي على العجينه اللي مرغوب فيها. بالنسبه للعجينه ما خصهاش تكون قاسحه وما تكونش رطبه بزاف، يعني ما تكونش جاريه ومنطو ما تكونش قاسحه، تكون رطبه باش تسهل علينا العمليه ديال الدلك ديالها. هنا راني انا مستمره في العجن ديالها، غادي نبقى هكا حتى نلقى داك القوام اللي بغيت، نحصل على القوام اللي بغيت. راكم يعني هي ما كتستاهلش هاد الدليك وبزاف وهذا، راه كنجمع فيها يعني انا كل مره كنجمع وكنقيسها باش نشوف واش لقيت هذاك الشيء اللي بغيت. دونك غادي نزيد اخر مره، غادي نزيد الماء وغنجمعها وصافي. غنخليكم مع الفيديو يبين لكم الطريقه اللي بغيت. انا درتهم في حاشيه
غادي نخليهم ترتاح 10 دقائق بما جمعت هنا، وغادي نوجد باش ندلك، ومن الاحسن يستحسن تسرحوا بين زوج ساشيات باش ما تلتق لكمش العجينه. ونقطع، بالنسبه للقطع عندكم جوج اختيارات، اما كديروا الجراره ياك، اما كنديروا هاد الجدابه، عرفتم هاد ديال البلاستيك راه فيهم القياس. بالنسبه لهادي هي اللي غنستعمل، كاينه هادي صغيره، كاينه هادي ميان، كاينين هادو. المهم انا غنستعمل هادي، ونستعمل لكم الجره ونوريكم في هادي ديالها كيجي بحال هكا. بعد ما قطعتها انا غادي نعاود معكم وحيده باش تشوفوا. انا ندير بالقطعه، جاتني براتيك هانتوما، كضغطي مزيان وكتهزيها بين يديك باش تقديها. غتشدي من هاد القنت، ها هي كتجي مربعه، كتشدي هاد القنت مع هاد القنت الزيه ولصقوها مزيان صافي. هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نستفهم في الطاوله ونخليها تنشف مزيان، ما نجي فين نكمل نبدا ان شاء الله نقلي. كما قلت لكم فاش غنبدا نقلي غنوريكم العسل كيفاش جا. العسل ها هو كيجي خاطر كما قلت لكم، هي اللي خرجت لي. ودابا يا البنات غنبدا نقلي، هانتوما راه ملي كتشوفوها بحال هكا عرفوا الزيت الاول غديروا الزيت سخونه، من بعد غادي تنقصوا هذا، نقصوا العافيه باش تطيب على خاطرها، راه ما فيها لا بيض لا والو، ما كديرش الكشكوشه. راه كنتعاون انا وماما، دابا هي راه غادي تبقى تحط فيها. ودابا من بعد ما طابت ثاني كنديروها في العسل، الوالده كتقلي وانا نديرها في العسل. غنصف العسل واحد 5 دقائق، غنديرو مع بالكم معاها شويه وصافي. من بعد ما دازت 5 دقائق تقريبا نخليوها في العسل بما طيب الاخرى في الشوفوريوس كون بغيتو تحطو، انا غادي نحطو هنا وغنخليها في هنا باش تسقطر مزيان داك العسل وصافي. وهذا مكان، ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي في الاخر. ونايا البنات من بعد ما زوقت البليغه ديالي زوقتها بشويه اللوز اونكاسي، ممكن ديروا ليها حتى اللوز ايفيلي يا البنات غادي تجي زوينه. ها هو الشكل ديالها، جات هشيشه وروعه ما نكذبش عليكم، جات زوينه عجبتني. ايوا ما تنساوش يا البنات الا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لي لي جيم وتخليوا لي كومونتير ديالكم، باش ان شاء الله نزيد لكم نزيد في تحضيرات رمضان، نزيد لكم تحضيرات اخرى.